تواصل لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الدرع الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي في دعم مستشفى النصر الضالع بمادة الأكسجين لمواجهة احتياجات الجرحى وجميع المرضى. هذه هي الدفعة الثالثة من هذا الدعم المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي الذي يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وخصوصا منهم الجرحى والمرضى المرقدين في هذا المستشفى. هذا المستشفى الوحيد على مستوى المحافظة الذي يقدم الخدمات للجرحى في محافظة الضالع.